العالم دلوقتي بكل أسف ماشي في طريق الهلاك يا أحبائي. أما توصل دول بالكامل تقنن قوانين جواز المثليين، راجل براجل وبيت ببيت، سدوم وعمورة. ومين اللي بيقود الموضوع ده؟ أمريكا بكل أسف، جواز المثليين. وأصبح المثليين لهم عالم كمان ويعملوا حفلات في الشوارع، رجالة وبنات، دول حاجات غريبة جدا. بقول لك اللي اختشوا ايه؟ ماتوا. الشر بقى في العالم عمال يزداد، لكن أنتم ها نور العالم، أنتم ملح الأرض، خليكم نور للعالم، خليكم ملح الأرض، خليكم ثابتين على وصايا الرب يسوع لها كل المجد، خليكم ثابتين على تعاليمه المقدسة اللي بتحررنا تماما من كل قيود الخطية، من كل قيود إبليس وفخاخه المنصوبة، اللي بتعطينا النصرة عليه قدام العالم، فالعالم يشوفنا منتصرين على الخطية، منتصرين على مغريات العالم الباطلة. يمجدوا أبانا الذي في السماوات. أمين يا أحبائي. عشان كده أنا بسأل على المجد، يقول لهم إيه النهاردة؟ من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. نؤمن به إن هو إيه؟ ها؟ الله الذي ايه الظاهر، ايه الله الظاهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظاهر في الجسد. مثلا المجد بنفسه قال انا والاب ايه واحد، انا والاب واحد، من رآني فقد رأى الاب. ده بيعاتب في روبس، بيقول له يا سيد ارنا الاب وكفانا. فعاتبه قال له ها انا معكم زمانا هذه مدود ولم تعرفني يا فلوبس. لا انا عارفك انت يسوع المسيح، انا بقول لك ارنا الاب وكفانا. فبيقول له ها انا، معناها هو ايه؟ هو الاب ايه؟ واحد. ها انا معكم زمانا هذه المدود ولم تعرفنا، من رآني فقد رأى الاب. افلست تؤمن اني في الاب والاب فيا؟ والا يا اخي امن بسبب الايه؟ الاعمال. مين هيقوم ميت بعد ما نتم باربع ايام؟ ده في انسان يقدر يعمل كده؟ مين يمشي على الميه ويخلي غيره يمشي على الميه؟ مين يسكت الموج والبحر والهواء بكلمه امر؟ اسكت ابكى. مين يخلق للمولود اعمى عينيه من الطين؟ مين؟ ألست تؤمن إني أنا الله الخالق؟ مين يغفر الخطايا؟ تعرفين معجزة المفلوج المدلى من السقف من أربع رجالة؟ لا مش تمام الإنسان، المفلوج المدلى من السقف اللي دلوه أربع رجالة بالظبط، طلعوا فوق السطح مش عارفين يوصلوا المسيح، فتقتلوا المهم يعني. فالمسيح لما مجد أول ما شاف المفلوج ده قال له إيه؟ قوم امشي؟ لا، قال له يا بنية ها؟ مغفورة لك إيه؟ خطاياك. فبدأت الناس اللي قاعدة تتزمر، تقول من هذا الذي يغفر الخطايا؟ لا قالوا كده، لأنه ليس أحد يغفر الخطايا على الأرض إلا واحد، وهو كلامهم صح ولا غلط؟ كلامهم صح ولا غلط؟ صح صح طبعا، ما فيش حد يقدر يغفر الخطايا إلا واحد هو الله، لأن الله واحد هو الخالي من كل خطية، هو اللي صاحب السلطان غفر الخطايا. قال لهم ولكي تعلموا، كلامكم صح، ولكي تعلموا اللي بتقولوه ده ينطبق علي هو أنا، أن الإبن الإنسان اللي قدامكم في شكل إبن إنسان له هذا السلطان يغفر الخطايا. بس المفلوج ده قوم احمل سيرك وامشي. هذه المعجزة صنعها خصيصا رب يسوع له كل المجد عشان يبرهن للعالم كله أن هو الله وحده غفار الخطايا والذنوب. فمن يؤمن بي أن أنا الله المتجسد اللي جيت عشان خلاصك وعشان تبريرك وعشان أعطيك ميراث الحياة الأبدية، من يؤمن بي فلن يعطش أبدا، مش هيعطش لمية العالم، مش هيعطش لأي أمور في هذا العالم الباطل، لكن هيبقى بيتمنى إمتى ينطلق ويقول مع الرسول بولس لي اشتهاء أن أنطلق لأكون مع المسيح ذاك أفضل. الله قدر أن يحررنا من كل جوع ومن كل عطش روحي، ويمتعنا ويشبعنا ويروينا من محبته الفياضة ومن نعمته المتدفقة علينا باستمرار ويغدق بها علينا، له كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.